ومن هناك تنضم إلينا نجلاء السندي لتحدثنا عن أجواء عيد نوروز في هذا القضاء. نجلاء أهلا بك، عيدك سعيد. نعم نجلاء. نعم، تحية طيبة مني لكم زملائي وكل عام وجميع الشعب الكردستاني بألف خير. أتواجد حاليا في قرية شينافا حيث يعني يحتفل جميع الكردستانيين اليوم بإحياء عيد نوروز الذي يعد من الأهم الأعياد القومية لدى الشعب الكردستاني، حيث يمتد تاريخه إلى آلاف السنين ويرتبط قصته بقصة كاوة الحداد الذي ناضل وقاوم ضد الملك أجال ليعلن انتصاره في هذا اليوم ويتغلب ضوء النهار على ظلام الليل. اليوم جميع الكردستانيون يتوجهون إلى المنتجعات السياحية لإحياء عيد النوروز الذي يعتبر من أهم الأعياد القومية لدى الشعب الكردستاني. معي أحد العوائل الكردستانية. مرحبا، كل عام وانت بخير. انت بخير حياتي، الله يحفظك حبيبي. شو يعني لك عيد نوروز؟ والله يعني إن فرحة الكراد كله، إن شاء الله كل سنة وهم كلهم طيبين، وسروكنا مسعود برزاني ونيتربان وكل الأكراد، وإن شاء الله كل سنة بخير وسلامة يعيدون، والولادنا وهالفرحة كلنا دور مداينا فرحانين، وأولادنا وأحفادنا وأخوتنا تسوى الدنيا كله. صادق ايش قد مستعد لهذا اليوم؟ والله حوالي يعني كم شهر من يصير الربيع ننتظر، من شهر 12 نقول ننتظر هذا الشهر الثالث يجي، ومع العلم عيد ميلادي 21. كل عام وانت بخير. ان شاء الله العمر كله يا ربي. حفظك حياتي، الله يستر عليك ويخليك ان شاء الله. مرحبا، كل عام وانت بخير. بألف خير، ان شاء الله ينعاد علينا كل سنه بخير وسلامه. شو يعني ليش عيد نوروز؟ شلون شفت الاجواء هنا؟ والله طيبة، وعيد كل الأكراد تركيا، بسوريا، بعراق، إن شاء الله ينعاد علينا بخير وسلامة. أمنياتكم بهالعيد؟ إن شاء الله يلم الفرح والسلام على كل أمة محمد إن شاء الله. شكرا جزيلا. إن شاء الله ويظل أمن وأمان إن شاء الله على الكل إن شاء الله حياتي. آمين يا رب العالمين. يوفقكم. شكرا جزيلا. طبعا الكل يحتفل هنا، الكل حريص على ارتداء الزي الكردي التقليدي الذي يرتبط تاريخه بثقافة شعب كردستان. الكل العوائل الكردستانية تعد مأكولات الخاصة بهذا اليوم. طبعا يعني لاحظنا من خلال عدسة زاكروس الدوائر الخدمية والأمنية استعدت في يعني تواجدها في المنتجعات السياحية لتقديم أو توفير الخدمات للعوائل الكردستانية المتواجدة هنا، وكذلك تنظيم الزخم المروري حيث منذ الصباح الباكر يعني تتوافد أعداد كبيرة من العوائل الكردستانية إلى المنتجعات السياحية. طبعا الأجهزة الأمنية تقدم خدماتها منذ يعني إطلاق خطتها منذ أمس لتنظيم السير ولعدم حدوث أي خرق أمني. طبعا يعني الأمنيات جميع العوائل الكردستانية يعني ارتبطت بأن يكون أو يعم السلام في عموم إقليم كردستان، وأن يكون نهاية الخلافات بين أربيل وبغداد. نعم. إذا شكرا لك نجلاء السندي، وشكرا أيضا للزميل مصطفى من أربيل وسيرين